السلام عليكم ميمات خوتي خواتاتي، اش اخباركم؟ نتمنى تكونوا كاملين بخير. اختي بقيحه دياني امالك معايا، خليتي البارحه داك الكومونتير هانتي، شوفي شعري هاو، ما بغيتش نهز درعيه على قبل، ما بغيتش نهز درعيه هكا غيبانوا بها، ما نجبد لك شعري وتشوفي هانتي. والله يا اختي ما دايره شي بيريكا، اقسم بالله العلي العظيم ما دايره. علاش غنديرها؟ البنات كلهم في اللايف كيقولوا لي ساره شعرك راه قوه، اشنو درتي ليه في اللايف في تيك توك؟ يا قال البنات كيقولوا لي شعرك قوي شنو درتي ليه؟ حيت هنا في شهر 11 البنات اشنو وقع؟ في شهر 11 مش جيت قبل ما نمشي للصالون عند هذيك السيده، صراحه شعري طاح ليا كله نسل نسلت، عرفتي شنو؟ وليت قرعه يعني. هنا راه مازال شوفوا الخلافي، شوفوا هانتوما، هانتوما شفتوا الخلافي كيفاش خارجين؟ قرع لي واحد، طاح لي واحد، طاح لي بواحد الطريقه خايبه بزاف يعني. ما طريقه كنشوف شعري كيفاش تبارك الله ولا زوين بصراحه. هي هذيك والله الا ولا هو هذاك. قلت لكم البنات عرفتي راجل كتحسي بواحد الفرحه ملي كتكوني مقروحه على شي حاجه وقعات ليك في شعرك ولا في هذا، ملي كتشوفي واحد الفرق يعني راه كتحسي براسك راه درتي واحد الانجاز. كانوا البنات كيضحكوا عليا، انا نعاود لكم، طاح لي شعري ومشيت لواحد الصالون صوبت شعري وكنت دايره اللايف، وراه باقي داك الفيديو عندي يا البنات. دابا والله الا غادي نبارطاجي التيك توك لاخر هما يبداو يضحكوا عليا، وليت انا نبكي 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 وكنقول ويلي شعري مشى عليا ودارت لي في شعري وفعلت لي في شعري. وانا نقول لهم شوفوا هانتوما البنات، والبنات تاع تيك توك واش عاقلين على القضيه؟ هانتوما البنات انا غادا ندير الدواء شعري وغنداوي شعري، وانتم غتبداو تطلبوا فيا باش نعطيكم الدواء، والله ما نعطي لكم. شكون اللي عاقل على هذا الشيء؟ راه في شهر 11 هي هذيك البنات. مشيت صوبت هذاك الدواء قديتو درتو بقيت كندير شويه شهر 11 قولي دازت واحد 20 يوم ويبان الفرق في شعري. بداو كيسولوا فيا، قلت لهم والله ما نعطي لكم، بقاو كيسولوا فيا وانا نقول لهم ما نعطيش لكم، بقاو يطلبوا فيا وانا نقول لهم في راس العام نعطي لكم. جا راس العام ما عطيتوش لهم ياك البنات، مورا راس العام دابا كل مره كنطلع كيقول لي عطي لي، راه غير قبيله طلعت قالوا لي ساره تبارك الله اللي كيعرفوني كيقولوا لي اش دايره فاش كنطلعوا راه قوي بزاف، راه دابا جامع يلا قطعتو النص في رمضان، قال لك الا قطعتي شعرك في النص في رمضان كيطول. سمعتها غير في اللايف كنت طالقه، قال لك البنات حنا قطعنا شعرنا، مشيت ضربت شعري قطعته وبقى فيا الحال، اقسم بالله الا قوى سبحان الله يعني. راه كاينين شي حوايج راه كاينين قوى وطوال ليا من رمضان لهنا يعني، باقي ان شاء الله من الصيف غتشوفوا قداش غيولي. شوف هي هذيك البنات اش غادي نقول لكم؟ كلكم غادي تسناوني وتقول لي اش دارت العائله ديال المستعجله. شوف الناس عيطوا ليا قال لك لا ما غنجيوش نهار السبت، عاود ثاني قلت لهم كيفاش ما غاديش تجيو نهار السبت زعما هذا؟ قال لك ما عجبناش اتصورينا، قلت لهم انا ما غنصوركمش. قال لي لا راكي قلتي في الفيديو وحتى الفيديو قلتي غادا تمونطيه وهدرتي فينا. انا ما كنمونطيش البنات وانا ما هدرتش فيهم، وحتى اللي قلت شي حاجه بحسن النيه يعني انا ما قصدت والو، راه شفتوا داكشي انا كنت قاصده شي حاجه غادا نمونطي واصلا نسيت. حيت حتى واحد القضيه تمرين هدرت معاه بواحد الطريقه على السروال مقطع وهذا، ملي شفت الفيديو حشمت وما عنديش بيسي باش غادا نعاود نقطع وندير تعديل وداك التخربيق، ما عنديش بيسي. هذه حاجه. الحاجه الثانيه انا تعذرت منهم وتمنيت نقول لهم سمحوا لي، ولكن انا ما قلتش لكم غنصور، راه نتوما شفتوا في التعليق قال لك صوري. انا هما كيقولوا لي كذابه كذابه علينا ما جات عائله ام سعديه، لان نفترض ان ام سعديه عائلتها ما جات، عرفتوا اش غنوض ندير؟ غنوض لله عليك الا كنت انا بصح دايره هذا الفيلم، غنوض لله عليك يا نعيط على صاحباتي يا نعيط على شي حد كنعرفو ولا هذا ونصورهم، ما نصورش لهم وجههم وندير طبيله القاده ونصور غير هكا ونقول لكم ها هي عائله ام سعديه ونجمع لها حويجاتها. كيف ما انا كنت كنفكر في ديك القضيه ديال البكا وديال الفراقه وديال غنجمع لها حويجاتهم بدا نبكي وتابعاها امي وهادي هذا، ومني نبدا نصور انا الروتين ديالي نحطها غير في شي بيت ونبدا نقولها بلا لا جات عائلتها ودابا راه كيشوفوا فيا. الا كذبت راه يخرجوا يشوف التيفي ولا شي حاجه ويقول لك هادشي ما عرفتش جبتو كيطفى ولا شي حاجه في التليفون، شتو كيولي كحل التليفون عندي كيولي كحل. قلت لكم البنات
عائلتها قالت لا جيبيها بلا تصوار بلا والو، حنا ما نجيوش عندك، فتجيبيها عندنا صافي وسيري شربي داك الكويس دات عي معانا مرحبا بك، وجيبي الوليدات يضحكوا كلشي، امي سعديه خليها وسيري. انا ما قدرتش، انا قلت لهم صافي، قلت لهم لا. ونقول لكم واحد الحاجه بعدا من هنايا، امي سعديه انا رجعت عندي كامل قلت لكم فاش جيتي، راه ما جابت معاها موبلات، ما جابت معاها ريدويات، ما جابت معاها اراضي، ما جابت معاها ممتلكات، جات ربنا خلقتنا هي باقا عندي، ربنا خلقتنا، ما تجيو ديروا لي شي مشكل ولا شي حاجه من بعد. راه ولدها اللي مربيه مره كيتواصل معاها، حتى انا كنخاف على راسي، كاين في ديك البلاد بلا ما نجبدها انا السياسه خاطيني، يبداو يقولوا لي تتواصلي ما كتواصلي، هو ديجا عنده مشاكل تما، انا ما كنتواصل مع حد. فاش كتوحشو كنشوفها صافي وصلت فيها العظم، كندوز لها النمره ديالو، تقول لها هاكي ولدك هضري معاه صافي، كتهضر معاه، كنخليها منا اللي ما كنعرفهم اش قالوا لا اش ما قالوا، بعيد عليا داك الشيء صافي. تقول لها امي راه ما نقدرش، راه مزوج ولدها المهدي، مزوج اللي كانت رباتو، بقات ولداتو عندها شي مرا ورباتو حتى كبر، داتو عند واحد الناس ودار 7 سنين، شافوه كيبقى غير يدور ما كيقرا ما والو، كيتسخر العيالات في الزناقي وكيعطيو درهم، وهذا شافوا شي ناس غادي تشرد دخلوه عندهم، زادوا على ولادهم بالرغم من ان داك الناس عندهم 6 الاولاد، ياك 6 الاولاد وبنت هي 7، وتزاد عليهم المهدي هو 8، ياك ما شاء الله دوك الاولاد كبروا وقراو ونفعوا، والسيد غير فاكتور، السيد اللي دار لهم غير فاكتور، تبارك الله الدار كي دايره والهيبه كي دايره والصاله والدين، يعني ما شاء الله عليهم 6 7 ولاو 6 الاولاد وبنت 7 وعاد المهدي 8، رباوهم كاملين تقاده وحده. فاش كبر داك ولد خوت من 7 سنين حتى دار المهدي 20 عام ولا 21 عام، مشى هو ولد هاد السيد مشى للسوق، مشاو هذا مشاو ما عرفتش فين مشاو، ما مشاو خصني نقطع ثاني. اللي فهمو يجيب لي خبزه، اللي فهمو يجيب لي دبزه. ما عقلتش كنت كنقول، والله ما عقلت، تخلط لي الالي مع الوجه، بديت نتفكر تنهضر على امي سعديه. قلت لكم البنات باش غادي مش طراجي يا ربي، شدو خولات فيا مريم. الدراري نعسو بكري ونعسي حتى انتي بكري باش تفيقو بكري ان شاء الله غدا المدرسة. قلت لكم البنات كبر ولد امي السعديه، دار 20 عام، ملي دار 20 عام صافي هو وخوه مشاو، خوه المغرب مشاو يعيشوا حياتهم، هادشي اللي عارفه انايا. مره كيتواصل معاها، هادشي اللي كاين كنعطيه، كيهضر معاها كيسلم عليها امي لاباس بخير كذا، شي حاجه بحال هادشي. والله ما انا مؤخرا كيصوني عليا، ما بقيتش انا كاع مساليه، وحتى داك الواتساب اللي كان كيهضر معايا فيه ما بقاش عندي، حيت انا بدلت الواتساب ديالي. هادشي اللي كاين، والله يدير لي فيها الخير، هادشي اللي نقول لكم الله يدير لي فيها الخير. البارح البنات انا داك الفيديو اللي درت انا ما كنقصد به حتى شي واحد، وما عندي علاقه بحتى شي واحد، وما عممتش وما هضرت على حتى شي واحد، انا كنهضر على الحاجه اللي ضراني وعلى المشاكل اللي عندي مع راسي والضغوطات اللي انا كنعيشها اليوميه، حيت بصح وليت مستريسيه وما بقيتش هي هذيك، راه كنكون جالسه كنترفع وكنساها، ما عارفاش شنو واقع ليا، يعني واش خاصني نمشي نشوف شي طبيب، واش خاصني ناخذ تريتمون، وليت كنفكر شي حوايج كيجوني في راسي، شي حوايج خايبين، وليت تنقول للبنات صافي غادي نطلع للسطح نغمد عينيا نطلق يديا غنطرخ ونتلاح، ما غاداش تكمل ما با دقيقه غتسمع الدقه هذه صافي. كان هنا مشيتي عند الله، واحد راس يقول لي واخا غادي طيحي من الفوق، تصوري غير غادي طيحي وتعطبي يتهرس لك دارك ورجليك وكلشي وتبقاي
على ولادك تعذبي فيهم وتعذبي في ولادك شويه. كنستغفر الله تنقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم اش هاد الافكار هادي واش بقيتي تحماقي اش هاد الشيء. واحد شويه كتجيني واحد الطجه اللي كنبغي نلو حوايجي ونمشي عريانه في الزنقه ونغوت. واحد اللحظه كتقول لي سري حدا البحر، مشيت حدا البحر والبارح بقيت نبكي 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 وجيت. يعني انا ما كان معني على حتى واحد، ما كنعمم ما والو، انا كنهضر على راسي. واش انا ما عنديش الحق نهضر على راسي؟ واش انا نتفرقع؟ واش نموت؟ ما كنعممش. حتى اللي توشات وهضرتي يسمح لي، ماشي عليكم انايا كنهضر على مشاكلي الشخصيه وعلى الناس اللي سحروا ليا. صافي تنقول لهم الله ياخذ فيكم الحق. في رمضان الناس تصلي وتعبد وعباد الله تشعوذ، الناس في رمضان تصلي وتعبد وعباد الله تشعوذ، يعني كيشعوذوا باش الله يصاوب. هادشي اللي غنقول، مرضوني في صحتي، مرضوني في حياتي، طيحوا عليا الباطلات، كيكذبوا عليا، كيخلوضوا بزاف د الحوايج والظلم والحقره، الله ياخذ فيهم الحق. هادشي اللي غنقول في اي واحد اداني، انا ما كنهضرش انا اللي تقرص شي واحد مني، يعني راه اداني انا ما كنهضرش على شي، انا ما كنهضرش. الناس اللي كنهضر عليهم عارفين راسهم، يعني الناس اللي كنهضر عليهم عارفين راسهم، يعني راه بانهم اداوني بزاف وباقين كياديو فيا. وغير البارح، غير البارح وصلوني شي فوكالات والله العظيم حتى بكيت، بكيت الليل كامل وانا كنبكي، ودرت صلاه الاستخاره في هاد البلاصه. البنات شكون اللي كيفسر الحلم؟ انا غنقولها لكم، كنحلم البنات بانني لابسه فراشه بيضاء ومقطع عليا من شي جهه، هاد الجهه ولا هاد الجهه ما بقيتش عاقله، وواقفه في واحد البلاصه كلها خضراء، ويجي عندي واحد الراجل ويقول لي ما عرف بحال هكا، قال لي واش كديري هنا ولا شحال، ما بقيتش عاقله. قلت لي بغيت نشرب، ويعطيني واحد الكاس ديال الماء باش نشرب. واش شربت واش ما شربتوش ما بقيتش عاقله. قلت لي كنتسنى صاحبتي سلوى، راه ساكنه في فرنسا، غدا تجي وجايبه شي ناس غنصالح انا وياها. ويقول لي لا ما تمشيش لديك الطبله، ما تجلسيش فيها. قلت لي لا انا راه غنتسنى هنا. ويقول لي اجي نلعب انا وياك شي لعبه، ولا اجي خطوي ثلاثه الخطوات القدام شي حاجه بحال هادشي، ما بقيتش عاقله. المهم انا زدت الخطوه الاولى، الخطوه الثانيه، الخطوه الثالثه، كنلقى ديك واحد اللعيبه ديال الدجاج بحال اللي كتكون في ديك السوبر ماركت، وداك اللعيبه تيكون فيها بونبون حمراء زرقاء غوج فيغ، هذوك اللوينات ديال دوك الكويرات. انا عطاني دوك الكويرات، قال لي دوريها وعزلي وحده، دورتها عزلت وحده، هذه تصليت صلاه الاستخاره، عزلت وحده حليتها لقيت فيها خاتم. قلت لي شوف اش لقيت، قال لي جمعي وما تولي حتى شي واحد وسيري. وانا نتلافت اللور ونقول لي راه صاحبتي سلوى جات، و يا ربي هاد صاحبتي سلوى. قلت لي راه فينا هي صاحبتي سلوى، هي ودوك الناس. هو يقول لي غير زيدي خطوي الخطوات القدام، زدت الخطوه الاولى، الخطوه الثانيه، الخطوه الثالثه، هي فين قلبت هادي ولقيت الخاتم. وانا نقول لي ملي تلافت وانا نلقى سلوى ركبات في الطياره ومشات للبلاد فرنسا، والناس الاخرين اللي معاه ركبوا في الطيران وما عرفت فين مشاو. وانا نقول لي وشوف وها انت بقيت كنهضر معاك، ها هي صاحبتي مشات ودوك الناس اللي جات معاها راه بغات تصالحني معاهم هما مشاو، وانا بقيت بوحدي. قال لي الا ما تلافتيش وما ترجعيش وراك، زيدي القدام شدي هذاك الشيء ما توري حتى شي واحد، وزيدي القدام واللي وراك كنساي بحال هكا. صافي فيقاتني مريم، مريم كانت كتفيق فيا، نعست هنا على كانت سعدية شيرات على انس، شيرات غير هكا بالكاس هكا ويجي انس فمه هنا، وداز الدم وتعصبت. كانت ديك الساعه 11 الليل ولا هذا، وخرجت للطوموبيلتي وبقيت كنبكي نبكي نبكي. هدرت مع واحد صاحبتي هند حدانا كتفرج فيا انا، لالا خطاب بقات حدايا في الطوموبيل، قالت لي صلي صلاه الاستخاره وشوفي اش من طريق تشدي. صليت هاد صلاه الاستخاره مع، بقيت جالسه كنبكي كنبكي، يمكن نعست هكا ما بقيتش عاقله على نعاسي كيفاش في ديك الصلايه. حتى دخلت على ندي مريم مع 27 دقيقه تاع الصباح، جات عندي قالت لي راه الدقان كيدقوا، جيران كيصاوبوا شي حاجه وما نعرف شي جيران مقابلين معنا واش كيصاوبوا شي حاجه ولا هذا، قالت لي كيدقوا واش نحل الباب. قلت لي حلي الباب وتقولي واش نعستي هنا ولا فقتي تصلي الفجر وبقيتي؟ ما جاوبتها، قلت لها حلي الباب وطلعت نعست في فراشي حتى فقت. هادشي اللي كاين، نتمنى البنات تفسروا لي هاد الحلم الله يسهل عليكم.
وبسلامة عليكم، تلقى ان شاء الله، باي باي.